تانية كمان اساسي فيها انك تقعدي وتاكلي على الارض، حتت مثلا زي شبه في الجزيره شبه الجزيرة العربيه، العربية وغيره. اليابان مثلا، ده جزء من ثقافتهم انك انت تقعدي وتاكلي على الارض. وعلى فكره بقى مش لازم ولا طبليه ولا حاجه، يعني ده مجرد ايه، مفرش كده يتحط على الارض ويتحط عليه الاكل. صح. وعايزه اقول لكم برضو على حاجه، الكلام ده اي نعم كان من زمان، ولكن لسه في قبائل وحضارات تانية كتير جدا بتفضل ان هي تقعد وتاكل على الارض. وقتها بقى كانوا لا بيعانوا من حرقة المعدة ولا حركات الإمعاء الغير منتظمة ولا زيادة الوزن ولا الشعور بالشبع ولا اضطرابات الجهاز الهضمي ولا كل الحاجات دي. بعد ما بيخلصوا الأكل بيقوموا من على الأرض، عكس أمراض المعدة اللي إيه المنتشرة اليومين دول، واللي ليها أسباب كتير جدا في عاداتنا، غير طبعا نوعية الأكل اللي تعودنا عليها. أكيد عشان كده محتاجين لإعادة النظر في عاداتنا الغذائية ووضعياتنا، قعدتنا بتبقى إزاي، ونرجع للطرق القديمة اللي منها وضعية الأعاد وقت الأكل على الأرض. من أفضل الحاجات برضو هي القعدة وانت كده إيه مربعة، والله مفيش أحلى والله منها. مفيش أحلى أنا منها فاكرة فعلا. زمان يا رودي كنت أقعد وكانت مامتي دايما إيه تزق عمودي الفقري كده، عارفة، تخبطني ايوه، عشان أفرد افردي ظهري، ظهرك، فاهمة قصدي؟ قعدتنا يبقى إيه قاعدة الشهيرة. كده زي اليابانيين، ايوه قاعدة مربعة قدام التلفزيون، وبقول لك إيه، وخبطة على سلسلة ظهري كده عشان أفرد ظهري، ها، وهو ده بس خلاص. ونقعد بقى إيه ناكل قدام وكنا التلفزيون. بنقعد بالساعات على فكرة طبعا وبنستحمل. انا مش عارفة احنا لو جربنا دلوقتي نعمل كده بنلاقي نفسنا مش قادرين نقعد يعني 3 دقايق على بعض. يا اه نهى انت والله. عارفه بقى ان دي كمان طلعت دراسه يا رودي من على سايت اسمه هيلث سايد، فيعني واضح ان موضوع اهالينا حقيقي، كل الحاجات اهالينا اللي كانوا كانوا صح. بيعملوها دي من زمان، ايوه اهالينا وقرايبنا وكل الناس دي، كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها كان عندهم حق فيها. عندهم حق فيها فعلا. يا نهى عندك حق والله. يعني كلنا لو رجعنا كده لزمان هنلاقي ان كلنا كنا بنعمل كده، كنا بنقعد على الارض وناكل والموضوع كان خلاص، يعني ده كان اسلوب حياتنا فعلا. والحقيقه زي ما نهى قالت ان دي طلعت دراسه وحقيقيه وليها فوائد، يعني مش بس هي كانت عاده عندنا او هي ما زالت عاده عند اماكن تانية او بلاد تانية، ولكن الموضوع طلع ليه فوائد كتيره. زي مثلا ان القعده على الارض دي ليها فوائد، زي انه بتهدي جدا جدا عقلنا، بتخلينا مرتاحين كده، هادين. صح يعني بناكل كمان على فكره بشكل ابطا، مش بنبقى مستعجلين بقوي اللي مظبوط. هو بنجري وكده، لا بناكل براحتنا. وبتهيالي البطء في الاكل ده يعني زي ما قالت الدراسه بيخلينا نحس بالشبع على طول، لانه اصلا المخ بياخد 20 دقيقه على ما يحس بالشبع. فتخيلي احنا بناكل ببطء واحنا قاعدين على الارض يا نهى. ده حقيقي، فده حلو جدا انه بنقدر ان احنا نحس بالشبع، مش طول الوقت حاسين ان احنا جعانين وعايزين ناكل وكده، لا طبعا. عندك حق والله يا بالظبط. رودي. ده غير كده كمان انت عارفة ان الموضوع ده بيساعد في تقوية منطقة الحوض، بيساعد على امتصاص احسن العناصر الغذائية في الاكل، صح. وكمان بيساعد على احساس بالراحة. عشان كده دايما تحسي ان اللي بيعملوا يوجا وميديتيشن وكده ايوه يقعدوا مربعين على الارض، ده غير كمان ان هو بيقلل من الاحساس بالتخمة اللي صح. بتحصل بعد الاكل، ناكل وبيزود ونحس الشعور ان احنا اكلنا بالشبع. حاجه تقيله مش يعني قادرين. الحقيقة ان بعد كل الفوائد دي اكيد اكيد ممكن نرجع تاني نجرب اننا نقعد وناكل بالظبط. على الارض. ليه وشوفي لا. مثلا لما الناس بتطلع مثلا يعملوا رحلات في الجناين والحدائق العامة والحاجات اللطيفة الظريفة دي، ويقعدوا كده ويفرشوا المفرش ويقعدوا ياكلوا، والله بالتالي احلى حاجة في احلى الدنيا. حاجه في الدنيا طبعا طبعا. فيعني بجد طلع الاكل على الارض ده ليه فوائد كتيره، وبيحسن الدوره الدمويه وبيخلينا كمان ضغط الدم بيبقى متظبط. ففوائد كتيره الحقيقه، وكانت عاده جميله والله أوي بتجمعنا أوي كده، أوي عارفه أوي يعني. دي حقيقه. بالظبط.